أعشقها حد الموت وسين حبيبتي وغيرها من العبارات التي تدل على حجم التواصل بين العاشق والمعشوق. ومنهم من جند جسور المحافظة أو الجدران لغرض كتابة رسائله إلى الحبيبة، مما سبب بعضها خدشا للذوق العام وتجاوزا على حريات الآخرين على الرغم من جمالية البعض الآخر. ترى أبو جسر على مود والله إناس وناس حبيبتي ناس راح انتار على مودك، شنو تستفاده؟ ما راح يستوى شيء. تشوف هاي الظاهرة سلبية لو إيجابية؟ لا والله سلبية، لأن تتخرب جسر وتكتب اسم المواطنون. اعتبروا الكتابة على الجدران تسبب تلفا لها بما فيها الرسوم الفنية التي تشير إلى لوحات وطنية ويجب أن تكون خاضعة لضوابط الفن وقوانين الدولة. وانتقد آخرون كتابة أرقام الهواتف واليوزرات من قبل بعض الأشخاص لغرض الإعلان عن أعمالهم تاركين خلفهم مواقع التواصل الاجتماعي. الناس حاط رقم تليفون مباني ودور وتفليش وقطع وما أدري شنو، ليش هو اليوم أنا إذا أريد أفلش لي بيت أو أكو مكانات مختصة أنا أروح لها وأجيب اللي مختص بهذا الشيء، ما حاجة أنا أكتب كرين عاطل تفليش مباني، ما ظاهرة تخلف 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 أساسه تخلف، ظاهرة غير حضارية أصلا وتعتبر تشوه بصري للمشاهد اللي يمر بشوارع البصرة. بشكل عام هي يعني عشوائية وغير قانونية، ويكتبون وزارات انستغرام أو عبارات يعني ما تدل على فد رسالة أو تدل على شيء. يمكن لاحظنا يمكن 1% فقط اللي صارت بالرسومات من قبل فنانين يعني متخصصين، رسومات تظهر بشكل جميل، بس 99% لا، هي عشوائية وما تبت للواقع الحضاري يعني وللمدني. سياجات المدارس هم تعاني من هذه الرسومات والعتب الكبير على مدراء المدارس، يعني لما يخرج ما يشوف الرسومات اللي جاي تكتب وجاي الطالب يشوفها يومية. يعني الغرامة المالية أو الحبس لمدة لا تقل عن 10 أيام بحق مرتكبي جريمة الكتابة على الجدران أو وضع دوريات خاصة لمراكز الشرطة لمتابعة هذا الأمر وغيرها من الأمور التي من المفترض أن تتخذ من قبل الحكومة المحلية لتقليل هذه الظاهرة. وتبقى الكتابة على الجدران ظاهرة غير حضارية وتؤدي إلى خدش الذوق العام، وإن كان لابد منها فيجب أن تكون وفق المعايير القانونية. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة.